محمد علي الدريدي في كل محضر تحضر ديما مع النهضة مع قيس مع الناس الكل. لا مانيش لا حاضر لا مع النهضة لا مع قيس لا مع إيكس لا مع شكون. أنا مع الاحتفال ب 20 مارس هال 65 سنة اللي تعدوا نتاع عيد الاستقلال. محلاها تونسنا وإحنا محلانا وماناش فايقين برواحنا. وأنا يا خويا ديما نحلم ديما طاير ديما نغرد كيما الطير. غدوة خير غدوة خير غدوة خير غدوة خير. عندك الحق أنت تحلم مادامك لابس ب 500 ولا ب 600 دينار. الشعب الكريم جيعان ما عنده شيء. إي راهو صدقتني أنت صدقتهم لي أنت ولا الشعب الكريم. أنا بذراعي وخدمت لا ورثت لا على بابا لا على جدي لا على إكس لا على إيكريك. بذراعي خدمت وصورت وقاعد نلبس والرسول صلى الله عليه وسلم وديننا يحثنا باش نظهروا نعمة الله علينا. نعمة الأحزاب مخلصينك وشيخ. شيخ يا ولدي يا خويا اعمل كيفي انت سايب عليك من هالكاميرا والميكرو واعمل كيفي. برا بيعش روحي برا لحس كما لحس انا للأحزاب وكذا وكذا. مرتاح بالحق. شيخ في مخي مش في عمري 62 سنة توا باش يجي هذوما حفادي. إن شاء الله هنا قاعدين نجتهدوا باش نزرعوا فيهم بذرة من البذرات الوطنية. وهذيك الغاية متاعي. لاني مع هل الوطنية لمن يبيع نفسه؟ هل الوطنية لمن يبيع صوته؟ هل الوطنية انه واحد يخرج ويدافع على الباطل؟ يا اعلام بروا لموا في البلاتوات بتاعكم علماء اجتماع وناس متعدين محليهم وجيبوهم خلي يحكوا حكايات حلوة خلي يحكوا حكايات شبابة ينزعوا علينا البرلمان دين لمن باعوا الوطن والا مواطنين صالحين يدافعون على ما تبقى من الاستقلال. يا خويا راكم نهار غدوه باش تقابلوا قدام ربي اللي باع الوطن واللي ما باعش الوطن واللي تكتك واللي واللي مكمك واللي 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 نقراوا حساب غدوه يا خويا. راهو دوركم صعيب الاعلاميين انتم عملوا لنا حويجه هكا ينورونا بها في التلفز في البلاتوات قلقنا وفدينا اعطونا هكا حاجه باش نتاع غدوه باش هالولاد هذوما يتشدوا كي يخزروا ويسمعوا تسكن في حاجتهم في مخاخهم حاجه حلوه. أو الرسمي هذه الرسمي واللي في ذو حجر يلوحها وانا ضميري ومخي مرتاح. حجرتك انت ولا واحدة؟ لو واحدة في قاع بير. ما عليك يا محمد بيرك غارق. عايش خويا.